وردة سرنا المحبة والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب نجمة راك حرة تن البدر صحة ونكهة وبنة عرفتي توا سر تن البدر وهل يخفى القمر من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر مع سمارت شيف مسهلها البنة Cuisina, votre cuisine autrement. Service Diamant, il صفي القلوب ويساعد الشعوب. La gamme Diamant, خام, فيانا ou سلعة مزيانة. Diamant, vivez, aimez, cuisinez autrement. مطابخ عصرية, قوة في الأداء, فخامة في التصميم, تقنية متطورة. أرسوليك صممت لكل الأذواق. أرسوليك متوفرة في كل محلات الأجهزة الإلكترونية عبر الجمهورية. صباح الخير على السلامة مرحبا بكم من الناس كل تحية لكل من اختار قناة التاسعة باش يتابع معنا الحلقة الجديدة من برنامج الويكاند كيما كل سبت وحد عنا مجموعة من الفقرات برشا مواضيع نحكيو فيها اللي تهم العائلة ككل زادة كيف كيف لاكتواليتي كولتوريل وارتستيك تكون حاضرة معنا من خلال مجموعة من الاستضافات من المبدعين والفنانين اللي يكونوا في الحقل الثقافي وإلا الحقل الإعلامي هذا كل معاه لي ميور بون بلون تلقاوه معنا والوصفات البنينة والكوجينة البنينة مع لي شيف نتاعنا نشوفوا شنو يستنى فيكم في حلقة اليوم في سمير ونبدا تو انت وسام قاعد تعمل هكا براسك اي ودرشو حسسني انت تعرف الطايب انا هو قاعد يوسف وانا قاعد نتخيل قاعد فيهم كيفاش ماشي التطيب انا نعرف الطيب كل شيء جو كل شيء معناها نعرف طيب عظمه نعرف طيب حدو عظمه حتى ثلاثه دوس عندي عظمه لا عندي عظمه مقليه عالميه وحاجه الاخرى عفيف كان فما متى فما شكون عندهم باك ولا عندهم نفيم كونكور بصفه عامه ما يمشيوش يبدلوا الزاز نتاع الدار ويحلوا الحلو قبل الاكزامانات ويعملوهم الكل خاطر هذاك الكل ضغط كبير وما يبدلوش سورتو لي روبير لصغارهم معناتها ما يوليوش عندهم عادات جدد فطور معين تصرفات معينه جدد خاطر هذوكم فات لي روبير في ذهن التلميذ والطالب هذوك لازم الميموار تاخذ وقتها باش تقمصهم الوغ كو لا ميموار تكون ديجا ساتوري ديما العرايس وقت اللي يجيو يعملوا لي كونسلتاسيون يسالوا سؤال واضح وقتاش نبدا وقتاش شنو كل حاجه وقتاش نعملها انا لما قلت لكم عفيف اكثر طلبات موجودين عند العرايس في تونس وحبيت نقول لكم كل حاجه شنو المده الزمنيه اللي تعملها باش تكون مزيانه برشا ليله عرسك كما العاده نبداو من كوجينتنا نبداو من بعد لي شيف نتاعنا الشيف مروان يوسي والشيف هزار اهلا وسهلا سافا دونك قبل ما نبداو في لي ريسيت نتاعنا نحب نبشركم الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا واللي شاركوا معنا في المسابقه نتاع ارسوليك وانه اليوم باش نربحوكم اليوم باش نعملوا عمليه القرعه فيما يخص الماشينه لافي وان شاء الله باش تكون مبروكه على اللي باش يربحها دونك تابعونا باش تعرفوا بعد انتم سورتو اللي شاركتوا اذا كان انتم اللي باش تربحوها ولا لا وزاده كيف نقول لكم وانه ابارتير من غدوه ارسوليك تهدي لكم كادو اخر قام قوم برشا تو غدوه تعرفوه شنو هو الكادو نحب نذكركم اللي لا ماشينا لافي ارسوليك راهي من افضل ما فما في السوق في تونس والا خارج تونس على خاطر المارك هذيا معروفه عالميا علاش على خاطرها سي مارك روبوست مارك زاد كيف اصيله ليدر دون لو مارشي عندها سنوات اللي هي فرضه روحها وكسبت سمعه باهيه برشا من عند لي كونسوماتور في تونس والا خارج تونس من خاصيات نتاع الماشينه لافي هذيا وانها سيلونسيوز ايكونوميك ما تاكلش برشا ضوء ما تاكلش برشا ماء وكيف فيها بليزيور بروغرام سولون حوايجكم انتوما وشنو اللي باش تغسلوه دونك اقعدوا معنا من بعد نقول لكم شكون صاحب الحظ اللي باش يربح معنا الماشينه لافي هذيا يلا نبداو باللي روسيت شيف مروان دونك نبدا لك عفاف بويسكو اليوم سبت
ونهار ماك تعرف ما عندناش برشا وقت ولازمنا نحضروا حاجه باش ناكلوها كونفيفيال مع بعضنا دونك اخترت باش نعمل لكم ان غراتان بات اما مش كيما غراتان طاجين مكرونه العادي نتاع كل يوم دونك باش يكون نصه طاجين مكرونه اللي نعرفوه باش نفسركم كيفاش نعملوه وفوقه هو باش نعملوا اون كوش كامله كلها خضره كيفاش باش تبدا طايبه مع بعضهم خضره وجبن تكون ياسر 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 بنينه وباش نقص مع شيف هزار زاده في روسيت اخرى اللي هي باش تحكي لكم عليها روسيت باش تعملوها مع بعضكم الو شيف هزار تو عفيف وقت بحر وكل شيء نعرفوا فما حاجه يعني لابد تهزها برشا للبحر اللي هو الفريكاسي بالنسبه للفريكاسي حاجه مطلوبه على طول العام وقلت لك نكونسوموها برشا في هذاك علاش انا توا نعرفوا اللي هو اليوم سبت وكل شيء تستحقوا العباد والا غدوه زاده تمشي تبحر وكل شيء باش نعملوا فريكاسي بالنسبه للفريكاسي نتاعنا باش نستعملوا فيها الفارين ورده باش نستعملوا فيها لوفيغ بلونجير هذه سمارت شيف وباش نستعملوا فيها العظم اكيد وباش نستعملوا فيها زاده الزيت نجمه وبعد باش نعملوا حاجه حلوه اكيد عفيف باش نحلوا بها باش نعملوا بتي فور وزاموند حاجه سهله ويعني ما تتكلفش وفيت في فهمتني اللي فيها السكر محور والباز بتاعها اكيد لوز وباش نلموهم شويه عظمته ونوريكم بعد نعطيكم الروسيت تابعونا تو تشوفوا كل شيء يعطيك الصحة ميرسي شيف هزار ميرسي شيف مروان يوسي نرجع لكم بعد كي دوب ما تبداو لي روسيت نتاعكم دونك اقعدوا برونشي معنا باش نبداو بعد شوية في استقبال ضيوفنا ونبداو في المواضيع نتاعنا نخرجوا فاصل إشهاري وراجعين وقيت الربح وقيت الكادوات كما قلنا لكم معنا توا أربع أسابيع وأنه اليوم باش نعملوا تيراج وصار الخاص بأقوى ماشينة لافي موجودة في السوق من أقوى الماشينة لافي بيان سور اللي موجودين في السوق دو مارك أرسوليك الماركة هذه العالمية اللي عندها سمعة هيلة برشا عند المستخدمين متاحة واللي يستعملوها في كل الدول في العالم وزيدة كيف كيف كسبت ثقة كبيرة متاع المواطنين في تونس دونك باش نعملوا عملية القرعة قدامكم نوريكم التفاصيل وإن شاء الله مبروكة على اللي باش يربحها دونك فوالا هاو كيفاش قلنا لكم تشاركوا تدخلوا على باج ارسوليك تونيزي تلايكيو الباج وباش تلقاو الببليكاسيون الخاصه بالكادو نتاعنا اللي هو ماشينا لافي قمقومه هاي الببليكاسيون بيان سور تعملوا جيم وبارتاج للببليكاسيون وتاجيو ثلاثه من اصحابكم جاونا 11000 كومنتير يشاركوا في المسابقه باش نختاروا قدامكم اوازار اسم من الاسامي اللي شاركت فوالا الاسم أهوا فوفا ABD ألف مبروك دونك ألف مبروك فوفا ABD وإلا فوفا عابد فوفا من نابل فوالا مبروك عليك الماشينة لافي هذية من إهداء أرسوليك تونيزي الكادوات ما وفاتش الجمعة الجاية إن شاء الله عندكم كادو قمقوم برشا والقرعة متاعو باش نقوموا بها بإذن الله في آخر حلقة من برنامج الويكاند بالنسبة لهذا الموسم اقعدوا معنا في المتابعة مازلنا معاكم فاصل قصير وراجعي نبداو في فقراتنا ونبداو في استقبال ضيوفنا ضيفنا اليوم هو ممثل صاعد بدايته كانت على خشبة المسرح وين اكتسب الحضور وقوة الأداء الجمهور العريض عرفوا من خلال مسلسل الشورب واحد واثنين في دور عون الأمن وعرفوا سنين من خلال مسلسل حرقة في دور عياد اتقنوا للدور كان محل إجماع من عديد النقاد والممثلين فرحنا برشا اليوم أنه يحضر بحضينا الممثل أسامة كشكار اهلا وسهلا اسامه مرحبا عفيف نورتنا ميرسي ميرسي على الاستضافه وربي يفضلكم يعيشك يعيشك ميرسي ليك انت على هذا الاداء المتميز رافقتونا احسن مرافقه في شهر رمضان من خلال مسلسل الحرقه اداء رائع بديت لك بالمسرح لانه البدايات من غادي واحنا مستبشرين خير وفرحانين كيفاش باش نقول اقتحام المسرح للتلفزه ولا دخول المسرح الى التلفزه وشفنا مدى تاثيره هذايا في الجانب الايجابي طبعا على الاعمال الدراميه في تونس، اما نحب نرجع معك من الاول اسامه لدخولك الى هذا العالم. وقتاش قررت انك تكون ممثل وقتاش الغرام بالتمثيل هذا بدا؟ والله الغرام هو بدا من الصغرى لكن اللحظه اللي تشجعت فيها هي كانت في معناتها وقت اللي انا اتيديون. داكو. كنت نتعدى ديما من قدام مركز الجامعي يعني كنت نقرا في صفاقس كنت نقرا من قدام معناتها نتعدى وهكا كل مره نتهدد باش نمشي نشوف
لين استجمعت خلي اخر شجاعه ودخلت سالت اسكو ثم كلوب دو تياتر كيفاش نعمل راني مغروم نحس عندي هكا حاجه فبديت معناتها بدايتي كانت غاديك ومن بعد مشيت سنتر دار دراماتيك في صفاقس من صفاقس وقت خديت ديسيزيون باش نجي لتونس باش نكمل في الكارير هذيا وباش الان استقريت في معناتها مسرح الحمراء المرحوم عز الدين قنون ومن وقتها بديت نقول وين احنا معناتها الرحله بديت الرحله في المسرح بطريقه احترافيه كان النجم نقولوا في المسرح كانت لك مشاركه في شقف اللي هي عمل مسرحي من اروع ما يكون ويمكن يرجع الحديث عليه توا على خاطره هو زاد حكي على الحرقه برشا وجيعه وزاد لم برشا جنسيات كيف كيف دونك سي الاوردر دو جور وانه نعاودوا نحكيوا عليه مره اخرى العمل المسرحي هذايا زاد كيف كيف شاركت في غيلين غيلين قبل الشقف قبل الشقف دونك هي اول عمل مسرحي لا في الحمر عملت اخر ساعه دخلت الحمراء باي عملت كاستينج أنا أول معنى من المرات القليل اللي يصير كاستينج في المسرح يعملها كان أنت عزتين قنون معنى عملت شاركت في آخر ساعة بعد غيلان ومن بعد عملنا شقف مع سيرين قنون ومجدي أبو مطر الباهي انه الريشيرش اللي عملتها سيرين قنون ومجدي على مده عام كامل معناها باش انا لقيت روحي مرتاح اكثر في مسلسل لانه الريشيرش نتاع عام كامل اختزلناها في لقيت روحك انت الموضوع متشبع به زيدا بالطبيعه برشا حاجات وسي بلو ديفلوبي اكثر في المسلسل بالرغم انه في مسرحيه الشقف معناها سيرين شافت فيها شخصية متاع واحد حارق لكن لسعد شاف فيها حرق وبيده من اللي كيبتا الحرقة فغاديك وين الخدمة خدمة متاع الممثل وحدك انك انت تعاود تراجع الحاجات اللي معناتها اللي عشتهم في المسرحية الكل وهذا يتسمى معناتها نقول من الممثلين المحظوظين كانت معايا زاد ريم الحمروني اللي هي في نفس المسرحيه وفي نفس المسلسل فهذا اللي سهل علي الماموريه في المسلسل ولكن البرسوناج كانت صعيبه شويه لانه من نوعيه الشخصيات اللي سهل انه يتعاطف معاهم ثم مواقف نتاع رجله ثم هكا كلكو بتيت استوار دامور دونك ما حبيتش نقعد معمل انه جوست جمهور يتعاطف كان لازم خدمه اكثر خاطر الخدمه من داخل بالحق وعياد بريسك يمثل الشباب معناها برشا شباب توانسه اللي يلقى روحه عمل حاجات هو بيدو مش راضي عليهم مش مقتنع بيهم لكن ظروف معينه تحط هي فيها هي اللي لزته معناها عياد من داخل عنده برشا حاجات يحب يقدمهم للبلاد هذا زاد اللي تقال ما بين السطور في مسلسل الحرقه برشا شباب يحبوا بلادهم برشا ويحب يقدم لبلاده لكن تحط في ظروف اجتماعيه ولا ظروف اللي دخلت فيها السياسه اللي معناتها المسؤولين حطوا معناها ساعات تقول لك معناتها نقطه الاستفهام الكبيره علاش 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 احنا وصلنا للوضع هذا خاصه في علاقه بالشباب احنا تو 10 سنين و11 سنه تقريبا بعد الثوره اللي هي كانت تسمى ثوره الشباب قبل كل شيء دونك شنو تعمل لي هذا الشباب شنو ربح هذا الشباب من الثوره هذه دونك يمكن فما فوالا دونك فما ديسيبسيون كبيره زاده من الشباب التونسي ومشكله الاخرى اون كونتر بارتي الديبا اللي حبيناه يتحل مسلسل الحرقه وليسونسيلمون معناتها سي لسعد نحيوه على خاطر من بين مخرجين القلال اللي تلهوا المواضيع الاجتماعيه بالطبيعه هذا هو حامل لمشروع هو نتصور زاد من بين الحاجات اللي ساهموا في نجاح مسلسل انه كل الممثلين وكل واحد خدم في المسلسل كان حامل المشروع هذا لانه باراليل هو الديو هذاك بينه وبين 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 الكاتب الكبير عماد الدين الحكيم معناها حاجه رائعه برشا لكن قضيه الأساسية كانت قضية الانتماء انتماء الناس هذوما لبلادهم معناها عبد مش بالضرورة يكون بطال مش بالضرورة يكون مقموع ولا يكون عنده حكاية يمكن أحيانا يكفي وأنه يمشي يحرق يحس بنفسه هو مواطن ساعة قبل كل شيء معناها هذاك الديبا اللي حبينا يتحل أكثر منه اليوم تحل ديبا كما يلزم ولا ما زي والله إلى حد الآن اللي شفناه من ردود الفعل في رمضان تحل الانديبا من قبيل ثم عباد وصلت تسال اسكو بالحق ثم مثلا عائلات اللي يمشيوا يعطيوا فلوس لولدهم باش يحرق شفناه هذا ثم عباد تسال ثم عباد تجاوب تقول له وي ثم شكون حتى عنده في حومته شكون صار قدامه ثم شكون مشى خذا قرض
الديبات حل بصوره واسعه عند الشعب عند الجمهور، لكن الديبات اللي نستناو فيه فوق اللي هو المسؤولين مش فوق صحيت عند المسؤولين نتاع عائلات نتاع عائلات نتاع عائلات. انا تصورت انه باش يكون موضوع نقاش مثلا تحت قبه البرلمان، تصورت نستناو نشوف تلمو هو موضوع حارق معناه. ندري المو ظهر لي وزيره جات في ايطاليا، ظهر لي من ايطاليا جات، ثم ظهر لي صار نقاش حول حول الهجره السريه. يمكن اللي يوجع اكثر وانه بعد المسلسل وبعد اللي عشناه وشفناه وجوانب اللي يمكن كانت خفيه عند برشا ناس ما وكشفها المسلسل، كمان مازلنا نشوفوا في الشقوفات خارجه ومازلنا نشوفوا في العباد داخل في البحر. لليوم الصباح لليوم الصباح لليوم ظهر لي ولا اليوم لا اليوم اخبر بون عنده نهارين معناها الجيش التونسي او حرس اللي في البحر خرج جماعه تقلب بهم الشقف، معناها لقاو فيهم موتى، لقاو فيهم من الافريك نوار، لقاو فيهم معناها من مختلف الجنسيات، هذوما خرجوا من معناها من ثم من صفاقس ثم من جرجيس. جرجيس زاد اللي كانت موجوده في مسلسل فافا الى حد الان، وبعد ما تعرض المسلسل ومازالت العباد ثم عباد يتشد ويعاود يقول لك راني باش نحرق. للاسف هاي نقطه الاستفهام لازم يسالها المسؤول الروحه، يقول انا عندي شاب حرق ونشده ويعاود يحرق مره اخرى. وين معناتها شفت اهميه انه نتطرقوا الموضوع اجتماعي كيما هكايا في الدراما نتاعنا. احنا بيدنا كاعلاميين وانتوما كممثلين وقت اللي نستضيفوكم ننسيو الجانب الفني والجانب الدرامي ونوليو نحكيو في هالاشكاليه هذيا وهالظاهره هذيا اللي عايشينها اكثر من الجانب الدرامي. تفرض روحها. خلينا نرجع للجانب الفني، شخصيه مركبه دونك اللي قمت بها انت، شنو الحاجه المعقده يمكن اللي تعبتك في التحضير للشخصيه اكثر؟ والله اللي تعبني اني قلت لك الداخليه نتاع عياد بحد ذاته. لانه انسان معناها يعمل في برشا عمل خايب، لكن نقولوا الكلمه الصحيحه معناتها بالتونسي بلغتنا، يوصل حتى للقتل. معناها الجانب الشرير في اذا كان حابين نقول القتل نقوله. اللي هو من اجل ولو انه ما عنده حتى ساعت تبرير ساعت حتى ولكن ساعات حتى عنده التبرير اللي هو معناتها باش نفسره حتى للشباب اصلا، معناها من بين العباد اللي قاتل انه يدز واحد معناتها عادي في الشقف حتى ما عجبوش ولا عبد ولا رزن الشقف في لوحه وهذا موجود. لكن شخصيه انك تعيشها من داخل صعيبه برشا، انك تخدم شخصيه كيما هكاي وفي نفس الوقت ثم جانب فيه مدفون، ثم جانب ثم برشا تناقضات في الشخصيه. عياد عشيتين اخوه معناتها عنده اخوه برك ما يعرفوش وعايش في ايطاليا، عايش براتيكمون من غير هدف. انا كيفاش نوصل انا انسان تلقى روحك انت عايش في عائلتك مع صغارك وجيت تلقى روحك تختفي شخصيه نتاع واحد بالحق ما عنده حتى هدف ما عنده حتى حلمه في الدنيا. ساعات من داخل يدمرك الشيء هذا. انت بالطبيعه انك انت يلزمك خاطر احنا مانيش شنو اللي نجح مسلسل الحرقه؟ ما ثماش تمثيل. يعني كل واحد فينا عاش بالحق عشنا الشيء هذا، ابار اللي ظروف تاع التصوير زادت ساهمت. اي. لانه كما تعرف صورنا بريسك شهر في البحر، معناها زادت ساهمت الظروف انه تعيش. تنسى روحك؟ طبيعه. تنسى روحك سي تولي عايش انت بيدك لو بيرسوناج. لا تروح للدار انا وصلت جوني ايامات معناتها تروح للدار بالحق تقول ما عينيش باش نحكي مع حتى حد ما نحبش ان معناها الشيء اللي تعيشه والشيء اللي توصله ياسر كان والحمد لله هذا الصدق اللي تخدم به المشروع هذا. وصل الجمهور كما شكون اقترح عليك الدور هذا؟ كان فما كاستينج على الدور نتاعك ولا طول وقع الاختيار عليك؟ هو كان ثم كاستينج، لكن انا بالنسبه لي انا سي لسعد شافني في المسرح، شافك في الشقف. انا هذه من بين الحاجات اللي من قبل انا ما نقول تو معناتها كل واحد يجي فرصه، كل واحد يجي نهار ومعناتها ولازم الباهي في لسعد الوسلاتي انه هو يتفرج برشا، هو ولد مسرح. دونك يعرف الشيء هذا، هو بيدو عمل اخراج وكان ممثل فتره ما، ولد الكيف تبارك الله الكيف معناها عريقه طبعا مدرسه منبع نتاع المسرح بيان سور. دونك شافني اقترح علي الشخصيه هذه، عطاني قريت عجبتني معناها مشيت معاه ديريكتومون. ومن بين العباد باهي اللي نحن ممثلين كي تشوف اعمال نتاع مخرجين وتقول ماذا بيا نخدم على المخرج هذا. هذا صار لي مع الاسعد الوسلاتي بعد ما فرش مايسترو
معناها تمنيت بينه وبين روحي قلت برشا برشا ممثلين قالوا هكايا فما برشا ممثلين حتى السنين الاسبوع الفرد كانت معنا باغ اكزومبل شكرا رماح اللي نحييها برشا قلت لها شنو العمل اللي تمنيته انك تكون موجوده فيه ما غير تردد قالت لي الحرقه دونك سيتي ان بروجي اللي الناس كل ماذا بها كانت موجوده فيه هو 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 مش البروجي في حد ذاته لكن انك تتعامل مع كاتب به ومع مخرج به ممثل شي يحب اكثر من هكا بالضبط خاطر العين الاولانيه اللي تشوفك هي المخرج اللي يمن بيك هو المخرج من بعد شنو هو الجانب تاع الممثل انك تثبت روحك ولا الفرصه اللي اتيحت لك هذيك انت اغتنمتها ولا اي باش تستغلها كما يلزم ولا اسكو كنت قد المسؤوليه ان شاء الله نكونوا الى حد الان كنا قد المسؤوليه ان شاء الله الجمهور استمتع معناتها بحكايه وصلت له مسته هذايا شفناه نشكر الناس كل على المساجات بالحق معنا قاعدين يجونا مساجات تبارك الله يجيك مساج اللي يقول لك يعطيك الصحه في الدور نتاعك لكن من بعد في الاخر الناس كل قاعده تشكر في مسلسل ككل في مسلسل كامل الحقيقه الناس كل معناها كان فما برشا قبل اصوات يقولوا انه الاعمال الدراميه باش تنجح يلزم نتبعوا ما يطلبه الجمهور وكان ما يطلبه الجمهور ماشي في اتجاه واحد اليوم كي شفنا مسلسل الحرقه وكي شفنا نجاح مسلسل الحرقه ونجاحه عند الجمهور زيد نجاحه الجماهيري كيفاش نجمو نفسروا الحكايه هذيا دونك كانوا يغلطوا فينا كي يقولوا هذا ما يطلبه الجمهور دونك الجمهور اليوم كي تقدم له ماده جيده يقبل عليها بالطبيعه بالطبيعه هو هما مش غلطونا هما غلطوا رواحهم خاطر هما تصوروا ان سيرتان مومون وقت اللي ما تلقاش حاجه تنجم تنافس ولا حاجه في مستوى باهي هذاك اللي نجم يستهلك الجمهور الجمهور وقت اللي تقدم له انت حاجات في مستوى معناتها اقل من الجيد هذاك هو الموجود دونك باش يولي يتبع في هذاك باش يولي هذاك عنده ريفيرونس لكن وقت اللي تقدم له حاجه مخير وتحترمه وما شاء الله هذه تحيه زاد معناتها قدموا تحيه للاعمال الدراميه الكل في مختلف القنوات السنه رينا مستوى جيد جدا تم احترام به للجمهور اش معناه احترام الجمهور انك انت ما تستهبلوش سيرتو الجمهور التونسي سعيد يعرف وقت اللي يتفرج في بروجي يعرف يقول لك هذا معناتها يستبله فيا عطيني حاجه باش يضحكني ولا باش يشدني بحاجات دونك ولا شفنا برشا تنوع شفنا برشا للاذواق الكل معناها كل واحد شنو هو اللي يعجبه هذه في الاخر يرجع بالفائده على الدراما التونسيه يرجع لنا احنا كممثلين ان احنا نشوفوا برشا مخرجين شرتو مخرجين شباب تويكا انك انت تتحلك البيبان حتى على مستوى السيري حتى على مستوى السيت كوم شفنا دي زيكول ديفيرونت معناها تنجم تلقى انت روحك في هذه كل واحد يلقى حسب الذوق نتاعو لانه في الاخر مساله ذوق زايده نتاع الجمهور وانا قدم فيك حكيت على دخول المسرح الى التلفزه اللي هو حاجه سي فغي استبشرنا بها الكل وعنا قديش احنا نحكيو فيه هذايا كان قبل فما عزوف من الممثلين المسرحيين برشا الكبار ما كانوش هما يحبوا يدخلوا الى عالم التلفزه من بعد جات فتره زيدا مجموعه وجيل من المخرجين هو بيدو اقصى الممثلين المسرحيين ولا عنده مقاييس اخرى يحب عليها في الناس اللي باش تشارك في الاعمال الدراميه اليوم تبارك الله اهم الاعمال اللي نجحت والشخصيات اللي نجحت هما اولاد المسرح. اي انا معاك في حاجات ومانيش معاك في حاجات. اي تفضل. ثم زاد جانب اللي ما ننساوش معناها قلنا توا 11 سنه عندنا على الثوره ما قبل الثوره زاد ما ننساوش اللي احنا كنا عايشين بديكتاتوريه. طبعا. كانت ثم اعمال موجهه. يعني حتى المواضيع بيدا ما عندكش حريه معناها مسلسل كيما الحرقه مستحيل باش كان يتعمل قبل مستحيل دونك حتى الحاجات اللي تستفز المسرحيين ما كانش ثم برشا ما يلقاوهاش اصلا المواضيع حتى معناها برشا معناتها نتذكر انا وقت اللي كنت في البدايات نتاعي برشا معناتها برشا ممثلين نسالهم انا بيدا نقول له انت علاش ما تشاركش؟ يقول لي انا جاني اقتراح تاع دور لكن السيناريو ما عجبنيش القصه ما عجبتنيش التوجه نتاع المسلسل كله تحس معناتك التغى عليه طابع السياسي وتحس ثم برشا صنصره دونك كانت شويه في الاعمال الفكاهيه شويه نلقاو بالحق من اقطاب المسرح نلقاو برشا عباد باهيين تويك تحلت هذا تبدل علاقه المسرحيين بالتلفزه تبدلت
فهمتني؟ فهذا زاد شجع. الثلاثة أربع سنين الأخرانيين وقت اللي بداوا ثم مخرجين شبان اللي جات الفاق متاع متاع المسرحيين والعباد بدات تشوف لا ديفيرونس والناس وحتى وحتى السميري شفنا أمين شيبوب وحتى المخرجين الأخرين دونك هذوما هما هذايا توا دونك تحس ثم حاجة تفرضت عملوا الفارق ما نقولوش لما غيروا لكن قاعدين نعملوا الفارق مش معناه اللي احنا ضد انه عبد يجي من الانستغرام ولا يجي من ليه معناه تنجم تلقى انت بروفيل معين ما تلقاهوش في ممثل مسرحي اوكي سورتو شكله ما يكونوش مسلسل كامل من الانستغرام لكن ما يكونش هذاك هو الاساس يعني الاساس انك تجيب عبد متكون عنده الاليات اللازمه حتى كي باش يحكي مع مخرج ولا باش يعمل ريسيرش على البيرسوناج عنده الاليات يعرف كيفاش يلوش يعرف كيفاش يشرش يعرف كيفاش يدخل معناتك كيفاش يحلل حتى ابعاد الشخصيه حتى في تقسيم النص اللي يقرا فيه يعرف كيفاش يقسم النص نتاعو يعرف كيفاش يحضر السيكونس باش يخدمها من غدوه فبرشا حاجات وبرشا ممثلين ديجا ما عندهمش خبره برشا فيهم سنين حيهم سيرتو الشباب معناتها ريت في برشا مسلسلات اللي اعتمدوا دي كوتش ثم شكون معناها نعرف وين اعتمد كوتش حتى على كيستو الخاصه معناها جابوا دي ديريكتور دو كوميديا حتى جابوا فرصه نتاع دور وهو يحب يمثل شاف اهل الاختصاص وقال له راني باش نحضر برشا منهم انا حتى في حوارات وهما في تجاربهم الاولى يقول لي انا تو صايي باش ندخل مسرح راني جاتني فرصه ما راني باش نمشي نواصل دونك انت ماكش ياسر نفهم من كلامك مع انه فكرة الدخالي على الميدان لا والله لا لا خاطر انا بدي المجال يتسع للجميع ما نجمش انا بدي مانيش قاري في المعهد العالي للفن المسرحي لكن كنت معناها كنت نمشي برشا غاديكا وعندي برشا اصحابي ما كنتش محظوظ اني انا معناها حبيت ندخل لكن ما وتتش الفرصه لظروف معينه حبيت نتلقى التكوين الاكاديمي الحمد لله معناتها اصحابي الكل خريجين المعاهد اللي انا نعرفهم الكل معناها المعهد العالي للفن المسرحي كانوا معناها ديما بجنبي كنت ديما لاقيك الجانب المعرفي الجانب التيوري معناتها لقيت ورجعت قريت الكتب هذا اون باراليل مع التكوين نتاعي بخلاف لي ستاج دو فورماسيون اللي عملتهم بخلاف المسرحيات اللي عملتهم معناها عملت زاد ستاج ربو افريكان اللي كان في 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 مسرح الحمراء اللي هو المركز الوحيد العربي الافريقي في العالم العربي الافريقي معناها خرجت برك الله ممثلين ومخرجين ودي تكنيسيان اللي توا معناها في العالم العربي وحتى في العالم الكل قاعدين يخدموا وحلوا مشاريع كنت محظوظ اني كنت موجود فيه فمش معاه خذيت انا بيدي بطاقه الاحتراف بعد تقريبا 10 سنين ولا 12 سنه معناها نقول لهم العباد هذوما ما راهو ما المجال مفتوح ولكن لازمك زاده تتكون اقرا وتكون باش تكون متمكن بالحق بالضبط معناها تنجح ما ثمش رسالة اخدم واقرا وتكون واحلم واحلم ما ثمش سقف الاحلام شم معايا في ريحه الكوجين دوخنا مازلنا باش نحكيو اسامه نمشيو ناكلوا في برشا حاجات ما وقيته نتفقدوهم ما ظهر لي كان حضاره ما يلا نتفقدوهم شوفوهم وين وصلوا مرحبا بيك تفضل من هنا شوفوا شنو مطيب لنا تفضل مرحبا الوغ لي شيف وينكم هاي وين وصلتوا هاي سيدي بالنسبة لي أنا بديت نحضر في الصوص نتاعي اللي باش نعمل بها الكراتان نتاع الباد. نحكي لك على الصوص نتاعي كيفاش بديت بها، دونك من الأول خذيت شوية بصل ودجاج قصيتهم هكا صغار اللي ديما ننصحكم حاولوا قصوهم بريسك نفس الطيب باش يطيبوا لنا مع بعضنا باش ما يجيناش واحدة كان ناقصة واحدة زايدة، دونك قليناهم الكل مع بعض بشوية زيت نجمة ومن بعد زدت الكونسونتري التومات نتاع سيكام وشويه فلفل زينه وشويه تومات سيشي زاده تومات سيشي ام فات عفيفك اللي مرقده في الزيت من بعد مش اللي فواحيه هذيك لازم نحطوها في برشا حاجه على الاخر دونك باش نخليهم يختاروا كيما نعملوا صوص نتاع مقرونه ولا اي حاجه من بعد شو باش نزيد مغرفه بيستو وباش نزيد عليهم دوبلاش كريم وكعب عظم كي تبرد الصوص نتاعي باش تلم لي وشو لي الطاجين نتاعنا حاضر تلم بالكدا مش راه الاخر حاضر في الماء نتاعي يغلي باش نحط اليوم اخترت الفل نتاع ورده هي اللي باش نعمل بها الطاجين نتاعي ميني اخترته اي داكور اخترت الفل هذا عفيف اللي هي علاش على خاطرها تسهلني على خاطرها التايم نتاعها ماهوش كبيره دونك تسهل لي انه تتلم كلها مع بعضنا ويبدا لنا بلا على خاطرني هذا الطاجين باش نطيبه لاول مره شويه دو باش يشد روحه باش نكمل عليه الكوش الثانيه ما يتخلطوليش في بعضه باه يقعدوا لك دو كوش يعطيك الصحه تو انت اسامه قاعد تعمل هكا براسك اي ودرشو حسسني انت تعرف التايم انا هو قاعد يوسف وانا قاعد نتخيل فيهم كيفاش باش الطيب انا نعرف الطيب كل شيء جو كل شيء معناها نعرف طيب عظمه نعرف طيب
حدو عظمة حتى ثلاثة دوس عندي عظمة. لا عندي عظمة مقلية عالمية بالرسمي معناها كلي الزيت نحط نعبيها الكل قلي وكل اللي تتقلي وتتلم على بعض تدخل كوجينة بكل. لا مش ما عنديش هو ما هو مرتي حبت حاولت ربي فضلها حبت معناها حاولت شوية بديت هكايا عطاتني هكايا تقول لي شنو تعمل هكا ولا وانا بديت نعمل وقعدت هي في بيت الصالة وتتبع فيه لكن اللي مرشتها شويه كل مره هكاي وش نعمل تقول لك عاد فك علي طيب واحد خير وحاسسها تحرقت ومش عارف شنو مانيش عارف البانيك من الاخر قطي سي باهي تو كمل خلينا كل واحد يعرف شنو يمكن انت زيدا وقتاش يتعلموا الشباب التاتيب كي يعيش برشا وحده وانت تزوجت صغير دونك عندك الحظ وانه عندك شكون يطيب لك ويصنفك لازمها غرام لا انا محظوظ اللي مرتي تعرف طيب البي معناها شايفه في الدار عندي امور طيب اما شفت ريت وزمني سرتو زمني ولا لا مش زمني باش نقول انا درت العالم الكل من التياتر الحمد لله المسرح من حق خليك البلا اسالني البلا نتاعك اللي تحبه في الدنيا اي بلا شنو انا انت مقرون بالصوص بالبطاطا والحمص وما تنساش كعبه العظم مسموطه معاه قرين فلفل مقلي يبدا يشد روحه المقرونه هذاك غرامي كي طيبه لي كل يوم ما نفدش منها يا الحق اما يعني الناس اللي تجرب هكا تعمل حاجات اخرين وما نفهمهمش لو برشا حاجات نسميت ما فهمتهمش لو زانجريديون ولا حاجه اما هو كان هيك حاجه بنينه لا اما قولها تجرب لك الروسيت هذه هكا اللي هو طاجين واللي هو ليجوم دونك هكا هيلثي مقرونه وبلوس فيها برشا خضره واحنا ديما نشجعوكم باش تاكلوا برشا خضره على الاقل بالنسبه سورتو للصغار اللي ما يحبوش ياسر لي ليجوم كي يبدا في روسيت كيما هكا ينجم ياكلوا يكون ياكلوا بلوتو زاد ما فما كلكو زانجريديون ديما عند الصغار كي تحط له جبن تولي تتعدى كي تحط له دجاج تولي تتعدى في البطاطا ما يفيقش بها صحيح دونك اليجي نشوفوا الشيف هزار الشيف هزار خليوه ايه بالنسبه لي انا عفيف حضرت البات نتاع الفريكاسي بالنسبه قلنا الروسيت نتاع البات فريكاسي خذينا ارطل فرينه الورده وخذيت معاهم باكو خميره نتاع سمارت شيف خميره خبز وزدت عليهم كعبتين عظم 20 غرام ملح ولا مغرفه صغيره وشويه سكر السكر يعاون الخميره اذا كان مزروبين كل شيء باش تعطي المفعول نتاعها وامين طون بعد كي تطيب تعطينا الكوشه الكروكون كل شيء محلاه اي ومن بعد في الفرص نتاون نقول لكم شنو باش نستعملوا استعملت زيت زيت نجمه سامحني عفيف استعملت زيت نجمه قربت كيس عادي هكا اخذت الشطر نتاعو بالنسبه للرطل باش يعمل يعني كاس ناس كل ذي بازره وعندها كاس في الدار تعديت توا عفيف باش نعمل البتيفور وزاموند البتيفور وزاموند هذايا تنجموا تعملوه زاد في بلاصه يعني بودر زاموند تستعملوا بودر نوازيت بودر بيستاش هو حاجه سون فارين ننصح به العباد اللي ياكلوا سون غلوتين وديما عندها مشكله بالحق يعني يلقوا اشكاليه في يحبوا ياكلوا حاجه حلوه ولا هكا ما يلقاوش بالحق ننصحهم هكا يعملوه وما عندهم تروا شوا نوازيت بيستاش اموند كاكاوية زادة تجي باهية أي حاجة جلجلين أي حاجة بالنسبة أخذنا 100 سكر محاور 100 فرويسيك اللي تحبوا عليه أنا خذيت بودر دامون باش نلومهم بالأبيض عظم هكا هاو مش عظمة كاملة خذيت متاع عظمة واحدة سينو كان عظمة تكون صغيرة كل شيء نعطيكم بالضبط 35 غرام أبيض عظم بالنسبة اللي بودر هاكا غربلتها مع فيف باش نزيد عليهم جوست نلمهم بأبيض العظم وخليهم يرتاحوا شوي ومن بعد نوريكم كيفاش باش نصبوهم بالبوش ونزينوهم باللوس. يعطيكم الصحة ميرسي لي شيف أسامة كشكار مازلت بحذانا مازال عندنا ما نحكيو نخليك تغطس شوية في الكوجينة مع لي شيف نتاعنا وإحنا باش نمشيو مباشرة مع فقرة بموج الطبيعي. رجعنا لكم ومكملين معكم في برنامج الويكاند تحية لكل من التحق بنا الآن في المشاهدة ذكروكم إذا كان ما بديتوش معنا من الأول وأنه توت لي فيديو تلقاهم على صفحة قناة التاسعة على الفيسبوك ولا على صفحتنا الجديدة على الفيسبوك الويكاند مرحبا بكم الناس الكل فرحانة وأنه ترجع بحضينا مدام مونيا غزايل باش نحكيو بيان سور على لي برودوي بموج طبيعي مرحبا بك مونيا يا عايشك يفضلك الحمد لله خليت بلاستك علينا خليت بلاستي غيبة شوية تعبت شوية بصراحة لطفة. الحمد لله توا لاباس وهكا هو الحمد لله الحمد لله وشده في ربي ومرحبا بالناس الكل مرحبا بالناس اللي تحيروا علي وعلى سالوا عليا الحمد لله ان غران ميرسي لبنتي خانسه اللي تي فريمون انكيت وكركوين وكاهنا ميز اسيستانت وسي عائلتك الكل الصغيره والكبيره كليوناتي الكل يعطيهم الصحه لكلكم الكلكم الكلكم ميرسي ان غران ميرسي
الحمد لله عليك. يا عيشك. دونك نعاودوا نذكروا شويه باللي برودوي بيموك الطبيعي وفما جديد، دونك كل حاجه في بلاصتها، راهو بيموك ديما تمشي حتى كانت تغيب علينا شويه مونيا، ولكن الخدمه ديما ما شاء الله موجوده. هو ثم حاجات جدد، ثم حاجات جدد. انا نبدا في اللابوغاتوار، دونك ما نجمش نخرج مش نحكي مع الكليونات، فيو انا راني عملت حاجه يا اخي تحيرت حاجه وتعبت، دونك ما عادش نجم نتكلم. دونك انا نخدم في اللابوغاتوار، انا لاسيستانت لطيفة نحييها برشا، وهي وكاركوين، دونك إينيس اللي هي بالسنتر، هي وراجي اللي هي بالمرض، معناها قسمنا رواحنا، اللي أنا قعدت لداخل وهما شدوا البرة. دونك أنا زدت دي فيتامين برشا، زدنا الويل دو فاد موغو، زدنا برشا الأوميغا 3، الغرين دو لان، زيت الكافيار، معناها هذا الكل زدناهم في الزيوت وزدناهم في لي برودوي. بروموسيون طياره برشا اللي هي موجوده في نابل، اما امان من غير ما تقلقوا لاسيستانت، عمرنا ما قلنا تضحكوك فاريس ب 70 دينار، مستحيل. لا حتى هوني ما قلتيش. ما قلناش، هما يمشيوا لها وقالت وقالت ويبداوا يعاركوا فيها، اي عايشكم، راهي هي ما عندها حتى دخل، تلقاو لي بخي افيشي على لو برودوي. صحيح عملنا لكم بروموسيون اللي صدقني عمري ما عملتها، لوتخوش الصغيره ب 40 وصلت اللي هي ب 80 دينار وثم ب 70، معناها عملنا دي بخي وعملتوا دي برومو على ليسكابو، فوالا دي برومو على ليسكابو، كل شيء عملناه، معناها راهو ثم حاجات ما نجمش اللز اكثر من اللي عملته. باهي جوست خليني قبل ما نبدا في التليفونات باش نذكر في بالنسبه للمعارض ولي دات نتاع المعارض على الناس اللي تسال وين ينجموا يلقاو لي برودوي بيموغ الطبيعي. بالنسبه المعرض النابل راهو متواصل حتى ل 13 جوان، دونك من 26 ماي حتى ل 13 جوان، دونك تلقاو كما قلنا لكم الجمعه اللي فاتت الستاند نتاع بيموغ، كي دوب ما تدخلوا للمعرض تدوروا على اليسار تلقاوه مكتوب عليه مونيا غزايل، فما معرض صفاقس الدولي زادة من 18 جوان ل 4 جويليا، باش يكون موجود من 18 جوان ل 4 جويليا في القاعة عدد واحد، دونك يطلعوا في الدروج يلقاو معرض الدولي نتاع صفاقس، يعطيك الصحة أنفاس. وسوسة زادة كيف كيف المعرض الدولي سيدي عبد الحميد نتاع الارتيزانة، دونك موجود من 29 جويليا إلى 8 أوت، هذوما لدات الخاصين بالمعارض، إن شاء الله ما يزاد علينا كان الخير ويكونوا لي برودوي وبيموغ موجودة في المعارض هذوما الكلهم. ناخذوا التليفون الاول. سامحني عفيف، اللي احنا نكونوا موجودين كان في المعارض هذون، ماناش موجودين في حتى معرض، ما ثم حتى منتوج من منتوجاتنا يبيعوا فيهم عباد اخرين، راهو كان المنتوج نتاع بيموغ مكتوب عليه اللوجو، يدخلوا على الانستغرام مكتوب اللوجو بيموغ نتاعو بالاسم هذاك هو موجود. ناخذوا تليفون. الو عسلامه. الو عسلامه. مرحبا بك يا للا، شكون معنا؟ يعيشك وبيتكسر. سجيعة من صفاقس. صبيحة؟ سجيعة، سجيعة من صفاقس. ما فهمتش الاسم سامحني. ربيعة ولا ربيعة؟ سجيعة من صفاقس. من صفاقس. سجيعة. سجيعة من صفاقس. سجيعة، مرحبا يا سجيعة، محلى اسمك. يعيشك يعيشك اختي، يعيشك. تحية ليك وتحية مشاهدين الكل في صفاقس. دونك تقول لي. الله يبارك لك. يعيشك، تقول لي شنو استعملت من لي برودوي بيموغ الطبيعي؟ والله استعملت الدواء العذر الحمد لله يا ربي. اي بارك الله فيها منيا غزي وعطاها المفعول وعملت هيك نتاع الفم نتاع الفم هيك حكينا سنين. دونتي فريس. اي اي جيتوا معي تو فولو ماما هيك عملت، انا نحب ناخذ ان شاء الله نتاع الحلين الشهيه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله فهمتي، وبارك الله فيها وربي يعزها يعيش اجرها. شكرا لك على اتصالك، شكرا لك مدام سجيعة يعطيك الصحة. دونك استعملت دواء نتاع الأعشاب. الأعشاب إي الأعشاب، سامحونا سامحونا، الأعشاب نتاع البواسير، واستعملت زادة دونتيفريس. دونتيفريس والتيمونياج احنا جينا على الدونتيفريس. الحمد لله اللي ساتيسفات وفرحانة. نحب نقولها إذا كانت تحب تعدي لا كوموند قبل ما يجي المعرض الدولي نتاع صفاقس، راهو تنجم تطلب على 29 031 0032 ولا 98 200 023، راهو احنا نبعثوا لي كوموند لصفاقس والسوسه اكا. تخيل
بيان دونك دونتيفريس اللي هو الى جانب لي في نتاعو نتاع التبييض باهي زيد بوغ لا لين بوغ لا لين بنينه يخلي ريحه بنينه ينحي زيد كلي زافت ويخلي ريحه فاوحه في الفم وحتى اللي عندهم مشاكل نتاع لثه بالشكروني برشا عباد هو اللي دو فوالا خاطر فيه العسل ظهر لي وفيه برشا حاجات دونك كي تستعملوا ما يقلقش الفم ما يقلقش فاسون سي لا ناتور الكل خاطر ناتوريل 100% دونك ناتوريل 100% والحمد لله اللي المنتوج انا اللي فرحانه اللي منتوج باقي الحمد لله يا ربي اللي العباد فرحانين به او كنتم فرحانين وانا فرحانه او عملت لكم مبلغ جديد شفت هذا سي غراس خمسه اللي هي عملتهم هذوكن البكوين يعطيها الصحة. نمشيو تليفون آخر، ألو. عسلامة. مرحبا للا. يعيشك وبيك يعيشك. شكون معنا؟ ندى من جربة. ندى من جربة؟ مرحبا بيك ومرحبا بجربة يا ندى. يعيشك وبيك. يعيشك، ندى شنو استعملت من لي برودوي بيموغ الطبيعي وكيفاش كانت النتيجة بالنسبة ليك؟ والله بالنسبة لي أنا نتيجة باهية والحمد لله. استعملت الكريم نتاع البهاق. قماش؟ استعملت القماش هيك. استعملت شو اسمه ال نتاع ال نتاع السمنة هيك. نتاع السمنة؟ إي. وعطتني مدام منيا غزي يعطيها الصحة نشكرها برشا كادو نتاع وجه نستعمل وجهي اللي يعطي نقطة في الوجه. صحة صحة وفرحة صحة دونك سافا فرحانة بالريزولتا والله الحمد لله فرحانة لا لاباس الحمد لله وين كنا وين صبحنا يا بي صحة وفرحة الحمد لله شكرا ليك يعطيك يعني صحة وبربي اسقيني برشا مدام من يا يعيشك يا مدام ميرسي بوكو يعيشك ميرسي سلامة شكرا لك على التيمونياج نتاعك دونك استعملت لي بلانت امانسيسانت لي بلانت امانسيسانت اللي هي ولات ثم برشا عباد وصلوا ينحيوا اكثر من 15 كيلو في لي دو موا معاها الكريمه ثم نتاع الرقبه اللي فيها اعشاب اللي ينحيوا الغيتونسيون دو ويمتصوا الشحوم دونك ترقد مرتاحه كيف كيف ما تقعدش خاطر احنا كي نبداو في ريجيم نبداو على اعصابنا هذا يخليك يرتح يخليك مغالمه مرتاحه وتبدا شبعانه ماك جيعانه مش تنجم تقول توا جعت باش نقوم ناكل هذاك علاش لي بلونت راهو فيهم الماتشا تي اللي هو اقوى تي اللي هو ينحف ويمتص الماء والدهون دونك الحمد لله اللي ثم ريزولتا اكسترا اوردينير احنا تو بريسك معاكم هذا نقولوا العام الرابع ما السنه الحمد لله قريب يوفى هو الحمد لله يا ربي اللي العباد فرحانين ثم زاد شكون اللي زاد في الميزان ثم نتيجه كبيره برشا قاعدين نلقاو فيها اللي الاعشاب عباد تخلص من البوهاق درجه غريبه الحمد لله يا ربي كيما الصفره كيما الصدفيه كيما الثعلبه فريمون عندنا عباد اللي فرحانين برشا وقاعدين يبعثوا في برشا عباد راهو سولمون اقل من 10 سنين راهو انا ما نقبلش من لي زانفون بالنسبه للاطفال دونك انتم اللي قاعدين تفرجوا فينا تنجموا تزيدوا تدخلوا على باج انستغرام باج فيسبوك بيموغ طبيعي ولا انستغرام بيموغ طبيعي باش تشوفوا لي تيموانياج وتشوفوا تصاور وتشوفوا افون وابخي نتاع الحالات اللي كانت تحكي عليهم توا تشوفوا ايوب اللي وجهه كيفاش كيفاش كانوا كيفاش وتوا وجهه كيفاش تبرك الله عليه ما عاد عنده حتى شيء الحمد لله معناها سي غراس من لي بلونت اللي لقيناهم عاونوا برشا عباد مش تنحت لهم الكوارث كيما لي تاج كيما لي ساغن كيما الوجوه اللي تشطحت تشحطت على الغلاشمون على الغلاشمون والرقبه ثم لو سيغو دي غابل زاده يعاون برشا عملنا زاده اكران للوجه كما عاملينه زاد للشعر كريمه نتاع ليدين وساقين قداش عندنا بالحق عفيف انسانا في تونس ياسر مهملين ليدين وساقين ينساو ينساو ولا ساعه ساعه تجي راجل مع مرته يقول خذ كريمه الساقين في الليل دقني بصح
دونك كريمة اليدين والساقين طيارة نحب نقولها تنجم راهو تحط ساقيك في ماء متلذذ وبعد فيه بيكربونات وخل التفاح تحك بالحجرة وتدهن حتى بشوية زيت زيتونة تولي الساقين رطب. ايوا اسهل من هكا ما فماش دار. ما مش باكل تليفون اخر. راجلها راهو دقيتني. مشيو تليفون اخر. الو على السلامة. عسلامة. مرحبا شكون معنا؟ سونيا من خميس نسيت. شنو الاسم سامحني؟ مخنيس ايش نقول لك مخنيس متابع ولاد نسيت. ايوا مرحبا بك. وبيك عايشة. مرحبا. تقولي شنو استعملت من لي برودوي بيموك الطبيعي؟ اسمع انا اسمعني اني اول مرة طلبت ريت منيرة زين ماني غزي خذيت خذيت من عندها البردوي هذايا لمدة شهرين. نتاع شنو هو؟ نحيت في الشهرين نحيت 10 كيلو. نتاع التنحيف. اي. اي. وبعثي لي اني خاطر عندي برشا زايد. اي. زدت خذيت مرة أخرى من عندها. اي. زدت نحيت 12 كيلو خلي. ما شاء الله. اي. والحمد لله راني دوز المعجرين. ما شاء الله. ما شاء الله عليك. نعيشك يخليك. ربي يشدك في صحتك. ربي يبارك فيها من مدام هيك. الله يعطيك الصحة. شكرا لك على التيمونياج نتاعك. دونك قالت لك أنا كنت نوزن 120 مرتين تاخذ مرتين 10 كيلو ومن بعد زادت عاودت مرة أخرى الكور بتاع لي بلونتا مسسون تحت 12 كيلو. معناها الكل في الكل نحط 22 كيلو في نسميه في أربع شهور. في أربع شهور. هي كان زادت خذت الكريمة راهو يزيد يعاونها برشا باش يجبد الشحم اللي موجود. فوالا معناها المنتوجات كلهم موجودين. احنا حاليا راهو في معرض نابل فوالا ولا نابل نابل اللي هو يوفا لو 26 جو كوا يوفا نهار 13 بدا من 26 ماي يوفا نهار 13 جوان. مازال عندكم فرصه باش تمشيو. ضايع راني رجيت هاو عندي لي دات هاو لي دات راجي اللي شاد لي دات تاع المعرض. دونك ثم اللي راهو ثم مازالت البروموسيون متواصله في المعرض لي ليفت اللي يحب يطلع هذون اللي يحب يعمل لهنا ليسكارغو ومعاه ليكرون ومعاه لو سيرو دي رابل كيف كيف راهو ثم زاد لي بروموسيون في نتاع الوجعة المفاصل نتاع ليفاغيس الصغيرة وكلهم فيهم لي بروموسيون. الجام نتاع التاش والجام نتاع لي ساغر كيف كيف اللي فيها بروموسيون. هذون اللي موجودين معناها راهو اللي تقول لكم عليه راجي لاسيستانت اللي هي في نابل هذاك راهو كل شيء افيشي وراهو قاعده تقول لكم هذاك اللي ثم فيه. هذوك هما اللي عليهم لي بروموسيون. هذوك هما الاسوام وهذوك هما اللي موجود وعاملين عليهم بروموسيون. دونك مرحبا بكم الناس الكل. نكملوا ان شاء الله في المعرض سينو تلقاونا في ناس خلفاء الراشدين المنزه 5 ثم الصاده الفارماسي دور على اليمين ثاني دور على اليسار ثاني دور على اليسار كل يوم من 9 لل 6 نهار الاحد ثم بيرمانونس من 9 لل 4 نتاع العشيه. بربي باش نحب نقول لكم غومارك واحده امان راهو ترا في كوارث على الفيسبوك. بربي اللي تعطي في الابراج واللي تعطي درج تعمل والطبيخه والود هذايا ولا تعطي في هذايا ناحيه التجاعيد هذايا ناحيه شنو الوصفات معناها سي با بوسيبل. انت تعطي في الابراج تدخل تولي تعطي في ثم شركات قاعده تخدم ثم شركات محترمه يبيعوا في اللي بقدو ثم عباد خبراء معناها ماهوش على فوكلي تنقز ويش اعمل منا ومنا ومنا وتقول هاو تبعوني وعملوا لي ربي يهدي ردوا بينا شلون تبعوا يعطيك الصحه منير غزايل. نذكركم الى جانب معرض نابل ان شاء الله بموك الطبيعة باش يكون موجود في معرض صفاقس الدولي من 18 جوان حتى 4 جويليا وكيف كيف باش يكون موجود في معرض سوسه الدولي سيدي عبد الحميد معرض الارتيزانا من 29 جويليا الى 8 اوت ان شاء الله. اقعدوا معنا في المتابعه مازلنا معكم فاصل وراجعين. رجعنا لكم مكملين مع ضيفنا الممثل الصاعد والمتميز اسامه كشكار. اسامه مرحبا من جديد. مرحبا مرحبا. باهي اسامه باش نعمل لك اسئله سريعه وتجاوبني ما غير ما تخمم في ساعه تعطيني الاجابه. نبدا مسرحيه خليتك تقول يلزم نولي ممثل. فاميليا. فاميليا. ممثل تاثرت به. ممثل تاثرت به في تونس ولا البر؟ كيما تحب. أنت اللي تأثرت ماشي ولا تعطينا في تونس والبر؟ البر دانيال دي لويس. شفت له فيلم ذا ليفت فوت.
دونك ذاك اللي حببني بالحق في في تونس. في تونس البداية فتح الهداوي. هو فتح الهداوي ما نعرفش علاش هكا نستنى فيك باش تقول لي فتح الهداوي. علاش؟ فما شوية شبيهة هكا. شوية شبيهة هكا. أنت قلت ممكن إن شاء الله إن شاء الله نوصلوا بالحق. ممثل ممتاز الحقيقة فتح الهداوي. أفضل مسرحي في تاريخ المسرح التونسي. لا عاد لا عاد. برشا أسماء؟ لا عاد لا عاد. وقتها ما حد ما ينجم يناقش علي بن عياد. سمي لي عادة تعملها قبل ما تطلع على الركح. كل ممثل وكل فنان كل واحد عنده سين ولا ركح ولا كاميرا يبدأ عنده بعض الطقوس حاجات يمكن يعملها قبل ما يطلع على المسرح. موسيقى نحط فيروز. تسمع فيروز ديما ديما لازم نلقى على الأقل متاع غنية زوز وحدي معناتها نلقى الدقائق هكا. الأخيرة قبل ما لا قبل تطلع. شوية قبل شوية الدقائق الأخيرة بالحق معناها قبل يتسمى شنو بعد خاطر نعملوا احنا ليشوفمون شوية من بعد تمشي تعمل مكياج تلبس كوستيم دونك ديريكتومون نحاول بعد ليشوفمون هكا نحاول لازم فيروز الوقت مع لازم غنية مينيموم لازم لازم فيروز لازم صوت فيروز لازم. تراك أكثر قدام الجمهور على المسرح ولا قدام الكاميرا؟ المسرح بالحق مسرح خاطر في رياكسيون تجيك بالوقت كونتاكت ديريكت اي كونتاكت ديريكت دونك تحس ثم ما ثمش ما عندكش ما عندكش ما عندكش وقت للاعاده معناها المسرح هذيك هي معناتها المسرح الفعل يقول المرحوم عز الدين قنون يموت 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 ويحيا في نفس اللحظه اي في وقته معناها تخرج كانها اول مره وساي وقت التوفى كان اخر مره باش تعمل دونك في التلفزه اكتشافي للتلفزه خاطر ما زلت انا فيديو ما زلت نتعلم سيرتو التلفزه والسينما اللي هما زاد معناتها مش كيف كيف راه مش كيما تخدم سينما كيما تخدم في التلفزه تحس انك ثم هيك الارتياح شويه انك انت حتى كان غلطت باش تعاود ثم شويه ماكش باش تعاود برشا زاد مش باهي انك انت تعب العباد اللي قاعدين معناتها الكل هم معناها بالحق اما مش كيما المسرح ما يرحمش معناها مسرح بالوقت كهو فماش مسرح والسين بيدها ما ترحمش يقول لك السين اللي ما ينتميش للسين احنا ديما نمنو ما ينتميش للسين السين راهي تلوحوا لبرا معناها زايد يا عندك يا ما عندكش يا بالحق من داخل ممثل يا ما زايد ماكش باش تراجيديا ولا كوميديا؟ زوز 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 عملت الزوز في مسيرتي تويك لحد الان عملت الزوز وما زلت باش نعمل الزوز في الدراما ما زلت الدراما ما زلت كوميديا ما زلت ما ان شاء الله تجي فرصه ولا معناتها تجي جي جي حاجه باهيه ماكش ضد الفكره معناها لا بالطبيعه مانيش ضد الفكره ممثل لازم يعمل بالطبيعه نعملوا كل شيء أكيد. طموحاتك اكثر مسرحيه ناجحه تكون انت بطل العمل هذايا او بطوله في عمل درامي والله ما نعرفش انا قاعد نسير عفيف قاعد ماشي معناها اللي باش يجي توا واحد يدرس ويشوف المهم بالنسبه لي انا انك تكون في عمل محترم بالحق اهم يعني قيمه العمل قبل كل شيء انا ساعات يقولوا لي شنو معناتها الشهره اللي خذيتها شخصيه عيات تويكا ولا في الشارع اللي اهم بالنسبه لي انا مش الشهره في حد ذاتها لكن انك تكون معروف خدمة معينة وخدمة محترمة وأن الناس كي تقابلك تقول لك ميرسي ويعطيك الصحة مش جوست خاطر الشهرة أسهل منها ما ثمش أنت إعلامية وتعرف بالضبط أي ثم عباد تو مشهورة في لحظة معناها مشهورة بحد شيء هما بيدهم كي تشوفهم ما تنجم تعمل أي حاجة تعمل لك البوز فيديو تنجم يردك مشهور لكن أنك تكون معروف وتكون مشارك في بروجي مزيان وتكون مشارك بشخصية باهية وخدمت خدمة بالحق اللي الناس صفقت عليها واللي الناس قالت لك ميرسي هذاك هو الهدف نتاعي وكبر. موقف مؤثر في مسيرتك المهنيه تعرضت له ما تنساهش. اش معناه مؤثر؟ مؤثر اثر فيك طبع فيك. اول مره طلعت على 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 ركح مسرح قرطاج الاثري. دونك كان مع مسرح الحمراء. دونك هذاك بالنسبه لي انا كرتاج كنت نخزر له حاجه حلم كبير معناها بالنسبه لي انا حاجه عظيمه برشا ثم حاجه حسيتها لداخل ما حسيتهاش قبل فهمت وهذايا الحمد لله الشيء اللي عشته في الشيء اللي عشته في مسرح الحمراء واللي ما زلت باش نعيشه خاطر انه جو في باغتي
من ليكيب هذيك. دونك ما هذا معني عشت برشا لحظات معني. هذا ممكن اول حاجه جات لمخي لانه قعدت في مومون اللي قعدت في ذهني انه قعد لي تو نذكر المومون الاولاني اللي قعدت ونشوف المسرح مازال فارغ واحنا قاعدين نبرفوا في احساس رهيب. اكثر شخص امن باسامه كشكار في البدايات اول شخص امير العيوني. أمير العيوني. العيوني. أي اللي هو مخرج وممثل خريج المعهد العالي للفن المسرحي. هو اللي بديت معاه أول نادي مسرح في المركز الجامعي. هو وبالاشتراك كان هو المخرج والكاتب حاتم الحشيشة اللي هو توا زاد مدير مركز فنون درامية وركحية بصفاقس. هذاك نعتبره الأب الروحي بتاعي. شو هو هو اللي هزني سور سين. شو تحب تقول له أمير؟ يمكن حاجة ما قلتهالوش بس. ما نعرفش هو مش نقول له ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الكلمه اللي قالها اول مره خاطر انا قابلته اول مره قعدت نحكي انا وياه يعني نسال عن نادي كاو خرجت بلا هو ما قالليش لي انا وقال بعد ما خرجت انا وبعد عام ولا عامين قالوا لي كي خرجت انت من اول مقابله معاه قال لهم الانسان هذا قعدت نحكي معه شويه استناوه الطفل هذا اسمه أسامة كشكار استناوه ما زلنا ما خدمناش مع بعضنا أي. معناه انسان جوست حكاية معاك شاف سالني هكا كما تسال فيه انت تو هكا اسئله بون هو بالنسبه لي معناه بالنسبه لي انا اسئله عاديه لكن هو كان معناه يستنى في اجابات اي استنى قاعد يشوف الاجابات نتاعي معناه بالحق الانسان هذاك فضله كبير عليا ما ننساش بالحق خبيا أسامة آخر حاجة نحكي فيها جديدك في المسرح في انتظار نعرف إن شاء الله على بكري شنو فما دراما للعام الجاي على خاطر العام دخل وخرج وعلى خاطر المشاريع المهمة والمشاريع الكبرى تتحضر على بكري دونك نتصور وأنه إن شاء الله على قريب تو نعرف شنو اللي فما جديد في الدراما في رمضان الجاي في المسرح عندك عمل مسرحي جديد انا مشارك تو في عمل مسرحي اسمه اخر مره اي ديرنيير للمخرجه والفنانه وفاء طبوبي اي معايا سور سين احنا ديو معايا الممثله مريم بن حميده هذا انتاج شركه فابيولا بالاشتراك مع مسرح وسينما ريو بإدارة سي حبيب الهادي فهذا عملنا العرض الأولاني لتروى ظهر لي لتروى أفريل في الريوق برمضان مالوريزمون الكوفيد والشيء اللي صاير توي كيما كل العروض معناها تعطلت العروض نعمل سلسلة تاع عروض كانت مبرمجة في شهر رمضان مي تويكا عندنا عرض لدوز إن شاء الله السبت الجاي سبعة نتاع العشية في مسرح الريو معناها في الريو تخي بيان دونك اللي يحب يشوف اللي ما جاتوش فرصة باش يشوف أسامة كشكار على المسرح دونك اليزي ريزيرفي على خاطر ما تعرفوا طاقة الاستيعاب أقل من العادة دونك باش يلقاو معناها لي تيكيت من نهار اثنين اللي فات كانوا موجودين في مسرح الريو اللي يحب يمشي يلقى مرسي بوكو يعطيك الصحة نورتنا برشا برشا نخلي لك كلمة للجمهور اللي قاعد يتابع فينا على قناة التاسعة شنو تحب تقولهم؟ والله نحب نشكرهم الناس كل ساعة نشكر الناس كل اللي تفاعلت مع المسلسل واللي بعث مساجات وخاصة لي أنا زادة معناها نشكرهم الناس كل لي فان على انستغرام مازال شيء جديد عليا أنا قاعد عالم جديد السوشيال ميديا دونك تنجموا تتابعوا أسامة على انستغرام نتاعو أسامة كشكارة دونك تنجموا تلقاو على انستغرام الكل بالحق مساجات بالحق اقل ما يقال انه معناها حاجه عظيمه برشا بالنسبه لي انا وان شاء الله ان شاء الله واحد يكون يكون لحتى معناتها الاعمال الجايه ان شاء الله يكون واحد في مستوى انتظارات العباد ومستوى الثقه نتاع الناس اللي باش تعمل عليه ولا المخرجين اللي باش يعيطوا له ولا ان شاء الله ديما من نجاح الى نجاح أسامة كشكار احنا كيما تعرفوا نتعاملوا مع شركه ياسير الابليكاسيون اللي تسهل لك ديبلاسموناتك ليك والعزيز عليك موجوده في تونس سوسه وصفاقس دونك تحب تاكسي تجيك قدام الخدمه ولا باب الدار من غير لا شقا ولا تعب وزيد اسم الشوفور تعرفوا بالاسم واللقب ما عليك كان تيليشارجي لابليكاسيون ياسير تكتيفي الكونت نتاعك وبالطبيعه تحط الديستيناسيون اللي باش تمشي لها وتعمل الكونفيرماسيون الحاجه الباهيه اللي ياسير تحط على ذمتك دي كود برومو تلقاوهم ديما موجودين على الباج فيسبوك ياسير تونيزي والا على الانستغرام يخليكم تتمتعوا بتخفيض على سوم الكورسه اقعدوا معنا في المتابعه فاصل قصير وراجعين.
سرنا المحبة. طلت الأحباب والجارة عالخير تلمينا، غمزة وضحكة وتبارة على عزاز علينا. ياللي بك فرحتنا، تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا، سيكا مية العمارة وبسرها تزهينا. ياللي بك فرحتنا، تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيت مراية، كفاحتها ولات حكاية، وكتابت بنتها نهاية. نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب، نجمة راك حرة. يا ذا لزر مزاروني ديما مزار، ومعدل كل منقالة، هما في قضية الدار لزهر يخاف من مرته ومش نورمال. تيوينو الخبز قلت لك سلق مش معدنوس، صابون اخضر مش ممسك، الحم مش دجاج. اوه ما عنديش الزهر في قضيتك. اما عندي الزهر كي خبيتك. من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من رجع المعدنوس وعليش نرجعه فيه. مع سمارت شيف مسهلها البنة. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفتي توا سر تن البدر وهل يخفى القمر؟ أنا خولة سليماني في برنامجي بوم مع خوخة برشا تعب في التحضير والتصوير، أما كي ندخل داري كوجينتي هي عالمي، وين نلقى راحتي وجوي، وين نتفند ونحي تعب النهار هيني. هذه خالتك منا منبوزة من اللي سمعت بولدها سمير باش يشري جمال مرته سهير. شقالك شقال عليه الواحد تبذير، أما سهير حلفت عليه يا إما جمال يا إما نو. واللي خالتك منا ما في بالهاش بيه اللي سهير ناوية تودها بيه. الجمال وصل وخالتك منا جات الطل، ضربت فيه وشهقت فيه وقالت من طيب كان بيه، وغزرت لولدها سمير وقتلوا يخلي لي بنتي سهير. سيرفيس جامو يصفي القلوب ويساعد الشيوخ. لا جام جامو خامه فيانا وسلعه مزيانه. جامو فيفي ايمي كوزيني اوترمون. مطابخ عصريه، قوه في الاداء، فخامه في التصميم، تقنيه متطوره. ارسوليك صممت لكل الاذواق. أرسوليك متوفرة في كل محلات الأجهزة الإلكترونية عبر الجمهورية.